السلام عليكم. اليوم عندنا عودة إلى ملعب تيزي وزو، حيث أن الأشغال راهي متسارعة نتاع وضع الكراسي، وما حبيناش نتخلف عن الموعد لأنه الصور رائعة، خاصة بعد إضافة يعني اسم نتاع جمعية القبائل لا جي اس كا، دونك الجمعية الرياضية تاع القبائل، اللي زاد يعني بهاء في هذا الملعب الرائع، اللي ان شاء الله سوف يشهد مقابلة كبيرة في البطولة الوطنية او البطولات الافريقية، وكذلك مقابلات سوف تكون بدون شك رائعة وتاريخية بالنسبة للفريق الوطني هنا في هذا الملعب الرائع الذي يشبه ملعب ماراكانا في البرازيل، يعني من ناحية التصميم تاع ملعب ماراكانا، ولو أنه أصغر شوية، لأن ملعب أراكانا نعرف بأنه هو واحد من أكبر الملاعب في العالم، يقرب حوالي 100,000 متفرج. وكذلك يعني نهنئ شبيبة القبائل والشباب نتاع القبائلين خاصة نتاع تيزي وزو بهذا الملعب الرائع، رغم كل ما يعاب عن يعني الشكل الخارجي والتهيئة والسقف، لكن من الداخل يعني رائع، يعني ما فيه حتى هضرة. نترككم مع نهاية الفيديو، السلام عليكم.